اخر حاجه قبل ما اختم، في لقطه توتير عايز اجيبها للشناوي. بعد الجول الثاني ما هنطول دقيقه كمان بس. بعد الجول الثاني واحنا الاستاذ عطيه بس عشان عايزين نعرضها، لان هي صوت. هي صوت. انا عايزين نعرضها بالصوت شناوي. بالصوت. عشان الرايتس طبعا، فاحنا حاطين اللي جايبين الصوت بس من الملعب، بصوت من غير صوت البروي، جايبين صوت الملعب بس. نذاكر اول موضوع الرايتس وكلام وجايبين كلام الشناوي مع اللعيبه بعد هجمه خطره بعد الجول الثاني، وبيقول للعيبه ايه، وده يعكس لك قياده الشناوي اللي اتكلمنا عليه على الشخصيه في التحضير للمباراه اللي فاتت. نعرضها نسمع. يلا نسمع على طول رايتس الشناوي بيتكلم عن اجيب. نركز يا رجاله، الماتش مخلص. نركز يا رجاله، الماتش مخلص، والنتيجه 2-0 والاهلي بيضيع انفرادات. اول هجمه خطره بتيجي على مرمى النادي الاهلي من كره اتعملت بركله مزدوجه وشالها محمد الشناوي من تحت العارضه، نادى على مروان، نادى على خط الدفاع، كلم معاهم على المسك وعلى الرقابه، قال لهم العبوا على الصفاره، لان كان محمد هاني بيقول ان الكره فاول ليه ولم تحتسب، قال لهم نلعب على الصفاره. الماتش مخلص رغم ان النتيجه كانت 2-0، خلونا نجيب التالت. صح. الماتش مخلص. صح. خلونا نجيب التالت. صح. تحيه لمحمد الشناوي لانه جاي من بعيد وقت انتقادات وهبوط في المستوى الفني، النهارده بتكلم كمان على مش بس مستواه بقى رجع تاني للتوب فورم، لا هو بيقود خط دفاعه وقائد للنادي الاهلي. بس الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تذبذب، لكن محمد الشناوي يستحق التحية فنيا وككابتن.